الفكرة كانت لكن ما كانت ديال هذه الأغنية، كانت ديال الفيديو كليب والتراث المغربي. لكن الشمس كنا اتصل بينا وتلاقينا معه وناقشنا الموضوع ديال الفيديو كليب، وهو مول الأغنية. كنت كنقلب على التراث لكن بصراحة ما كانتش على بالي راديتو، بدي اقترحها ليا عجبتني وبالفعل سجلناها وخدمنا على الكليب والحمد لله كانت مزيانة وتيسرت الأمور. لاحظت أنا بني بحر بديت مع المعلمة ديال التراث، مع بديت مع الناس اللي غناوا العيطة المغربية ديالنا، التراث المغربي. أنا بديت مع هاد الناس كلهم كيعجبوني، لا التراث المغربي كله كيعجب، ما كاينه شي اغنيه اللي راه الناس علاش عجباتهم هنا ما كيموتش. العربي المغربي الاصيل ما كيموتش، ما عمره كيموت. وهي ماشي انا اللي تقصحت، كنا بزاف الناس اللي تقصحوا والحمد لله ربي كبير دوزنا. انا حاجه واحده اللي علمني كل شيء، انا كل شيء وقف راه ما سهلاش. كاينين بزاف الناس اللي كيطرسوا، بزاف الناس اللي كيخدموا معانا مساكن اللي هما موسيقيين اللي باعوا بزاف د الحوايج، وين هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ما عندناش عليه في نربو، صبرنا شي كمل شي. وكاينين الناس تنشكر الناس اللي ساندوني في هذه الكورونا وقفوا معايا بزاف، منهم الناس ديال لاسبيس ومنهم الناس بزاف وفي المغرب، تنشكرهم بزاف وربي اللي غيجازيهم. كاينين الناس باقيين بلادنا فيها الناس زوينين الحمد لله. غادي يكون تقاليد مغربيه ديالنا ديال يعني اصالتنا وتقاليدنا وبكل شيء ديال الطقوس المغربيه. ان شاء الله غادي نستمر في هذا الفيديو ان شاء الله الى كمل الله سبحانه وتعالى وبقى العمر. والله انا شوف انا تنهضر دابا حاليا ما تليتش قدرت، انا ما كنهضر على حتى شي واحد، كل واحد الله يسهل عليه الله يكمل عليه. انا بغيت نهضر على الفيديو كليب ديالي وعلى الناس اللي وقفوا معايا، الجمهور ديالنا المغربي تنشكروا نساء ورجال ووليدات وبنيتات وشكرا لهم. والناس اللي عيطوا لي ما غنبقاش نحسب لك، عيطوا لي من اي دوله ومن اي مدينه وشجعوني، وهذه فرحة كبيرة عندي وتنبقى نشكرهم والله يجيبنا في الصواب ولا لا يحشمنا. كنموت عليكم والله يخليكم لينا، الفنان بلا جمهور ما كاينش. والله ينصر سيدنا، والله يرفع علينا هذا الوباء، والله يرحم امواتنا اللي فقدناهم، والله يعوض لعائلاتهم والهلا يعاود علينا بحال هذه الجائحه، والله يرجعنا على خير ونعاودوا نتجمعوا ونشوفوا بعضياتنا ونتسالموا. والشكر لكل من تعب في جائحه كورونا، والله يلاقينا على خير يا رب وشكرا.